قالت السعودية في رسالة إلى مجلس الأمن أنها تتعامل مع هجوم إرهابي منظم. وأرسلت البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وأخرى إلى مجلس الأمن حاملتا شرحا لموقف السعودية من الهجوم على منشآتها النفطية والاقتصاد العالمي برمته. ودعت المملكة كلا من الأمم المتحدة والخبراء الدوليين إلى المشاركة في التحقيقات حول الهجوم الذي تعرضت له منشأة أرامكو.